موجودين في الوحده، فوجئنا ان سكرتير الوحده بيندم الشباك بيقول الحقونا. فطلعنا لقينا الحاج سعد الله يرحمه قفل الباب وبدا يركب ميكروفون وقال يسقط الدكتاتور بابا السادات واحنا بنطالب بطرد السفير الاسرائيلي من القاهره. فطلعنا له انزل انزل، قال لا انا عارف اللي انا بعمله كويس. نزلنا جينا لوالده لعمه هنا عمده القريه ما لقيناش، رحنا على المركز فوجئنا ان المجموعه بقى جت من ناس من المركز جت، وفوجئنا ان المكان ده مليان ناس، ولقينا اللواء احمد مختار جاي بقوات امن من الوزاره من المديريه، وفوجئنا بعد كده من الوزاره ان الدنيا اتقلبت والدنيا كلها كانت في مرمى سلاحه. كان مسجل شريط قران وكان بيذيع بعض الاجزاء خطب من عبد الناصر، بس جزء قران جزء عبد الناصر واغاني وطنيه. من يوم 26 فبراير سنة 80 لما توجه سعد حلاوة للوحدة المحلية عندنا في الجهور الكبرى، وكان في الوقت ده السفير الإسرائيلي بيقدم أوراق اعتماده للرئيس السادات في قصر عابدين، وطالب بأن السفير الإسرائيلي يرحل من مصر وما يبقاش فيه تمثيل دبلوماسي. طبعا الكلام ده كان حوالي الساعة 12 ونص الظهر. قعد المناوشات بينه وبين الحكومة لعند تاني يوم الساعة 7، وجابوا له اهله وجابوا له ناس واصحابه على انه يتنازل عن كده، فهو رفض. فالساعه 7 كانوا هاجموا الحكومه، ضربوا قنابل الدخان على المكان اللي هو فيه في الدور الثالث في الوحده المحليه واستشهد. حتى اخر حاجه كان اما طلعنا بعد الاستشهاد لقيناه كاتب على الحيطه بدمه عاشت مصر حره، دي اخر حاجه كتبها. حتى ما كملتش كلمه حره كده، عاشت مصر وحره كان مات. الواقعة بدأت حوالي الساعة 12 ونص. قالوا إن الشهيد سعد دخل الوحدة ومسك أسرى وياه في الوحدة وبدأ يطلق نار وبيطالب بطرد السفير الإسرائيلي، وبدأ يذيع كلمات وطنية وأغاني لبعض المطربين الثوريين. فطبعا كان بدأ البوليس يجي، فجت كمية يعني أسراب هائلة من البوليس، حوالي 3000 عسكري أمن مركزي ووزير الداخلية ومدير الأمن العام ومجموعة كبيرة قوي من القيادات الداخلية، وبدأوا يعني يساوموه على إنه ينزل. فطلبوا والدته وأخته علشان يحاولوا نزوله، فهو رفض طبعا، كان مصر على موقفه، وبدأ برضو يذيع الكلمات الوطنية ويطلب بطرد السفير. فبعد محاولات كثيرة كانت برضو السماء كانت متجاوبة معاه، ومطر شديد جدا علشان يعني يعوق القوات ما تضربوش، إنما مع إصرار الداخلية فحوالي الساعة 3:30 بالليل طلع له قناص وللأسف نفذ المهمة وأطلق عليه النار وأصيب. سعد إدريس حلاوة ليس فقط قيمة على مستوى الواقع المصري، ستظل ملهبة للأجيال الحالمة بالعروبة والحالمة بالكرامة والإنسانية وتحقيق الإنسان لذاته على أرضه، وإنما كان بالنسبة لي كذلك أحد عناصر عمل روائي استلهمته في الحديث عن ما يسمى في الحياة المصرية بجيل الثمانينيات، هذا الجيل الذي شهد انهيار الأحلام الجماعية الكبرى وبداية سطوع النوازع الفردية. كان سعد بالنسبة لهذا الجيل حلما وشمعة تضيء له الطريق دائما في سبيل البحث عن حلم قومي
جماعي، حلم يعتز بوجود الإنسان على أرض لا يمكن إلا أن يمتلكها المصري. سعد إدريس حلاوة قالها في 26 فبراير عام 1980: أنا المصري ها هنا، ولا يمكن أن ينازعني في أرضي أحد. المرحوم سعد حلاوة قيمة وقامة، سابق عصره، متحرر الفكر، إنسان مولود في بيت حكم، لا يخشى شيء إلا إن هو يحترم فكره ويحترم عقيدته، سائر بطبيعته. أنا بعتبره إن هو عمل ثورة، هو أصغر منا شوية في السن، إنما كان أفقه واسع وله موقف صلب. أنا بعتبره عمل ثورة لوحده، لم يورط أحد معه ولم يزج بأي حد، والدنيا كانت مقلوبة كلها كما لو كنا في حرب، وفضل صامد من الساعة 2:30 أو 3 لغاية الفجر، وما ورطش حد معاه، حتى اللي كانوا معاه نزلهم حينما اشتدت عليه الضرب والاعتداء، نزل الناس اللي معاه. وأقول إن هو لوحده ثورة وعمل اللي محدش يقدر يعمله في وقت ما كانش حد يقدر يتكلم، هو عمل. أما أقول سليمان خاطر، أقول إنه هو أقوى من سليمان خاطر. سليمان خاطر كان معاه سلاحه وقتل جماعة قصاد منه شافهم أو حاجة زي كده، إنما لو صمد في وجه الأمن المركزي والمخابرات العامة وإلى آخره، إنسان بنعتبره رمز ومفجر ثورة قبل أن تقوم الثورة بكثير، وفكر متقدم جداً. اللي قالوا عليه يامها قالوا ده مين يلقي بنفسه للتهلكة، مين يعمل ايه. سعد كان شاب سوي طبيعي زي اي شاب، عنده روح ثورية، معترض على الاوضاع وعلى التطبيع مع القوات الاسرائيلية ومع النظام الاسرائيلي، بس كانت ثورته دي ثورة داخلية في نفسه. ليه؟ لانه كان غير منتمي لاي تيار سياسي او جماعة محظورة او جماعة متطرفة، فكان دايما بيشغل نفسه بالبحث في يعني السياسة وإيه الأصلح وليه إحنا نتبع مع إسرائيل. عنده كان غيور على وطنه وعلى بلده، فكان بيبدأ عايز يعني عايز يعمل إيه، يعمل حاجة يلفت بها النظر في ويعبر بها عن نفسه. فقرر إنه هو اللي يعلن مثلا باحتجازه بعض أفراد في مكان، مع تجهيزه لحاجة إعلانية بإذاعة أغاني وطنية كان بيبرهن بيها، عايز يوصل الصوت لأكبر عدد وأطول فترة ممكنة، زيه بالظبط زي أي الشباب بتاع الثورة دلوقتي اللي كان عندهم اللي غير منتمين واللي طلعوا حصل انفجار ثوري عندهم مرة واحدة. فكان هو سابق لأقرانه، وكان هو نواه لكل للجماعات اللي هي التيارات السياسيه انها تنمو وتتكون، زي حركه كفايه، حركه 6 ابريل، التيارات كلها السياسيه اللي بدات تتكون وبدات ايه تعارض ظاهريا، هو سبقها قبل كده وكان هو النواه ليها. يعني سعد ادريس حلاوه انا كمواطن من القريه وكنت رفيق له بعتبره نبت الثوره اللي هي قامت في 25 يناير. سعد ادريس حلاوه لما انضرب بالنار ضربوا زاب التافه من بنها اسمه وجد بيومي، كان في الامن المركزي وقتها، وهو بيقع بيميل من عينه ويكتب على الحيطه عاشت مصر حره. دي حاجه في وقت ما كانش حد يعرف عنها حاجه خالص، فانا بعتبره الشراره الاولى والنبت اللي نبت لثوره 25 يناير. دفن نفس اليوم، ما حضرش جنازته حد، الحكومه اللي دفنته في مقابر عيلته، وما حضرش لا احنا حضرنا ولا البلد حضرت ولا الكلام ده. كانت ايام عصيبه يعني، الناس اهله عاشوها والناس عاشتها في البلد. شهداء مقاومه التطبيع، لكن حكم السادات ثم مبارك المكفل بكامب ديفيد منعهم يمنحوا وسام الاستحقاق الرسمي قريبا باذن الله. كل شهيد واولهم سعد ادريس هياخذ ارفع وسام رسمي في مصر، ونرجع لكل شهدائنا حقهم رسميا وشعبيا، لان الامه
التي لا تحترم شهدائها ولا تبجلهم وتقدرهم وتكرمهم، هم وآلاء أمة لا تستحق أن تعيش. أهلا بكم. طلعت الصحف المصرية الشعب المصري يوم 26 فبراير 1980 بحادثة هي الأولى من نوعها. قيل أن الصحف القومية أنذاك كتبت عناوين مثل هذه: فلاح يعتلي مبنى الجمعية الزراعية ويطالب بأدوات زراعية، وكتبت أخرى: مجنون يحتجز رهائن ويتمتم بأشياء غير مفهومة. لم تكن هذه الحادثة فقط تشغل الرأي العام المصري والمصريين، وإنما شغلت أيضا العالم بأسره. هذه الحادثة وصاحبها سعد إدريس حلاوة الذي سقط شهيدا بطلقات نارية من قوات الأمن، فاعتبر أول شهيد للتطبيع. نحن اليوم في قرية أجهور الكبرى، قريته، في منزله ومع أسرته، لنتعرف منهم عن سعد إدريس حلاوة ولماذا أخذ هذه الصفة أول شهيد للتطبيع. أهلا بكم. أهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ مهندس احمد ادريس حلاوه. ايوه. والاستاذ سعد ادريس حلاوه ايضا. سعيد ادريس حلاوه. وايضا الحاج صبحي ابو النصر، اهلا بيكم. ابدا معك مهندس احمد، من الحادثه التي شغلت العالم كله، ما الذي حدث؟ لماذا قتل سعد؟ ايه اللي حصل اليوم ده؟ اللي حصل اليوم ده ان هو سمع ان في تبادل سفراء بين مصر وإسرائيل وحيحصل فيه تطبيع. كان هذا بعد كامب ديفيد، ومن المفروض أن يأتي السفير الإسرائيلي. أيوة. ليستلم أوراق اعتماده. وبالتالي بالزبط. ذهب سعد إدريس إلى في نفس اللحظة التي السفير الإسرائيلي تقدم إلى رئاسة الجمهورية لتقديم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية، خد سعد حلاوة موتوسيكل وراح مبنى الوحدة المجمعة الوحدة المحلية كرمز حكومي، واحتجز رهينتين بغرض تحريك القضية، وأخبر الرهائن بأنه ليس ينوي الإيزاء بهم، وقد كان جهز لهم طعاما وفاكهه. خد معاه اكل وفاكهه. خد معاه اكل وفاكهه. المبنى ده لانه عارف انه هيحتجزهم عشان يحركوا القضيه، وبدون الاحتجاز مش هيعرف يحرك القضيه. يحتجزهم كضغط على الحكومه انها ما تجيبش السفير الاسرائيلي مصر، لطرد السفير الاسرائيلي. تبنى هذه الفكره وظل محتجزا طول النهار وطول الليل، إلى أن حضر النبوي إسماعيل وزير الداخلية آنذاك، واتصل بالرئاسة، رئاسة الجمهورية، فأخبره رئيس الجمهورية بأن السفير الإسرائيلي إلياهو إليعازر موجود حاليا، وأن رئيس الجمهورية ليس عنده استعداد لأنه تتكرر هذه العملية، فأمر بتصفيه هذا الشخص. حتى نطلع المشاهدين فقط على أجواء هذا اليوم. أنتوا إخواته طبعا، أنا لدي أجواء هذا بعض المعلومات أنه راحوا معاه أطعمة، مش بس أطعمة، وكان معاه شرايط كاسيت لمين؟ إذاعي حماسية، تسجيلات حماسية وخطب للرئيس جمال عبد الناصر، وأغاني وطنية لعبد الحليم حافظ، وأغاني قرآن وخلافه، وشرائط قرآن عفوا وشرائط قرآن. السؤال بتاع حضرتك. وكان بيذاعها. وفوجئنا ان في لوريات شرطه بعدد كثيف جدا، وقيادات الشرطه من امن دوله لوزير الداخليه للواء حسين السماحي حضروا. انتوا اخواته كنتوا واقفين بره؟ كنا موجودين، وما يشعرش بينا وزاره الداخليه، ما تشعرش ان احنا موجودين في عربيه وقاعدين بنراقب الموقف. هل انتوا وانتوا بتراقبوا الموقف وزاره الداخليه كانت بتتحاور معاه وبتحاول توصل معاه الحل، انه يخرج من المبنى، انه يخرج الرهائن؟ هو وزاره الداخليه اتحاورت معاه بغرض بعد اوامر السادات، اتحاورت معاه بغرض ان هو يعني انهم يصفوه،
فجابوا له ضابط قعد يلقنه ويكلم معاه عشان تخور قواه لحد قرب الفجر في الساعة 4 وابتدت العملية بتصفيته. أستاذ سعيد، حضرتك كنت هناك أصلا أيضا في هذا اليوم، ما الذي تذكره عن هذا اليوم؟ يعني هل استغربت أنه أخوك، يعني هل شفته الصبح قبل ما يروح؟ هل اتكلمته؟ هل أبدى استياءه من أنه يعني بعد كل هذه الحروب وما خسرته مصر من شهداء وغير ذلك، أنه اليوم سيأتي السفير الإسرائيلي وبالتالي هو مستاء؟ هو كان معترض دايما على سياسة تجاه إسرائيل وتجاه أمريكا والدول دي، كان دايما يعترض على قرارات السادات، وكان دايما يسمع الأخبار العالمية. وفي اليوم ده احنا ما كناش نعرف انه هو اللي هيعمل ايه. فوجئنا بانه توجه للمجلس المحلي اللي بقى جوره الكبرى واحتجز 2 رهائن وبيطالب بطرد السفير الاسرائيلي يوم التطبيع 26 فبراير سنة 80. وطبعا حاولنا معاه، لنا من خلف المسجد من خلف المبنى ان انا صاحب مبدا ان الاسرائيليين لن يدنسوا ارض مصر، وانا معترض على التطبيع الاسرائيلي مع مصر، وانا مش همشي واغادر المبنى من هنا الا والسفير الاسرائيلي ينطرد. ونادى بكده في الميكروفون، قال لن يغادر الا بطرد السفير الاسرائيلي من مصر. طب انتوا اخواته هل حاولتوا تقنعوه انه يطلع من المبنى، ولا كنتوا واقفين بس؟ حاولنا نقنعه. حاولنا نقنعه، كلمنا معاه كتير، فكان هو يعني صاحب، انا المبدا بتاعي مش هيتغير، وانا من اجل مصر وعلشان مصر مش هدنس ارض مصر ابدا، ان شاء الله ادفع حاجه. حتى من ضمن الكلام اللي قالوا روحوا افتحوا القبر بتاع والدي، لاني انا عارف انهم هيصفوني، هيتم قتلي، عارف السياسه بتاعت الحكومه وقت ذاك ايام السادات والنبي اسماعيل. هو فضلوا محاصرين البلد كلها، جم حصروا البلد من الظهر لغايه تاني يوم الساعه 4 صباحا، قفلوا المحلات التجاريه، قفلوا البلد، قفلوا جميع مداخل الأجهور كلها بحيث ان ما فيش حد لا يخش ولا يخرج، حتى المحلات التجارية قفلوها وروحوا أصحابها. البلد كانت حزينة على سعد إدريس حلاوة، وكان يعني علاقته بأجهور وعلاقته بأهالي أجهور كانت علاقة طيبة جدا. طب وهو داخل المبنى، البلد لما تلمت قدام المبنى كانت متعاطفة معاه ولا كانت ضده؟ لانه في ناس جوه هو محتجزهم. الناس اللي محتجزهم هم عارفين القضيه ايه، وعارفين ان سعد مش هيأذيهم. عارفين ان سعد مش هيأذيهم، وكانت متعاطفه معاه لانه هو يعني هو علاقته باهل البلد حلوه، وعارفين انه هو مش عدواني ولا حاجه. الرهائن قال لهم انا مش هأذيكم ولا حد اتطرق بكم. طب انتوا كنتوا واقفين قدام المبنى، ايه نوع الكلام اللي اهل البلد كانوا بيقولوه هم واقفين قدام المبنى؟ هم كانوا عايزين الموضوع يعني يتحل عشان خاطر سعد. عشان خاطر سعد، ولكن في نفس الوقت كان متعاطفين مع يعني مع راي سعد بان السفير الاسرائيلي لابد ده وصمه عار في مصر، وان يعني لا يمكن يقبلوا كده. بس كانت القوة جبارة. بطش كان اللي بيتكلم بيتقبض عليه، لأن كانت المباحث والأمن الدولة ساعتها منتشرة في كل مكان، منتظرة أي واحد بس يتكلم كلمة كانوا بيحطوه على طول، ياخدوه يقبضوا عليه وياخدوه. النبوي إسماعيل جه الساعة 12، اللي هو كان وزير الداخلية آنذاك، جه الساعة 12 بالليل عمل اجتماع مع القادة اللي في مبنى جمعية استهلاكية هناك بجوار المجلس المحلي، وعرف الوضع وفهم ان سعد إدريس حلاوة مش هيسلم الا بطرد السفير الاسرائيلي. بعد مكالمة معاه مع السادات
في الاجتماع ده خرج يقول للضباط الساعة 4 الساعة 4 صباحا ساعة الصفر. فهمت أنا من ساعة الصفر يعني هيبدأوا يضربوا عليه لتصفيته، وهم مش عارفين هو، أنا كنت واقف ومش عارفين إن أنا أخوه. طب ما حاولتش تحذروا؟ أحذر مين؟ أخوك؟ لا ده هو في مبنى فوق في الدور الثاني، ولكن ما حاولتش تقول الامن ان انت منعوا حد يخش له خلاص مثلا. لا منعوا حد يخش له ولا يتقرب منه خلاص في الوقت ده منعوا، وادى امر للقاده بان الساعه الصفر الساعه 4 صباحا. وفعلا الساعه 4 صباحا سمعت صفاره من احد الضباط، الصفاره دي كانت الاشاره بانهم يبداوا الضرب عليه في جسده. اولا قنابل دخان انضربت عليه ودخل جوه في المبنى، بالتالي عليه وهو والناس اللي معاه. لا عليه طبعا عليه هو معاه الرهائن. قنابل دخان شديده، وبعدين بداوا الضرب بالبنادق الاليه مركز من جميع الجهات، من الاربع جهات كانوا محاصرين المبنى، والضرب بقى يشتغل عليه وهو لوحده فرد واحد، واللي بيضرب عليه ده ضربه ده اللي كانوا كميه اللي هو الوابل. لم يتبادل معهم اطلاق النار؟ لا ما كانش، هو بطل يضرب النار خلاص، ما ضربش خالص. ضرب الاول ما ضربش ولا لا ضربش هو الأول بين ولا؟ هو في الاول بين انه معاه سلاح لكن ما ضربش. في الاول ضرب نار علشان يبين انه هو مسلح وانه عشان ما يأذوهوش. بدا النار في جميع الجهات لغايه لما احد المتهمين احد الرهائن نادى على الشرطه وقالوا سعد انصاب، منصاب وبينزف دم. كانت الاصابه كانت سطحيه وكان ممكن يتعالج، ولكن نادوا على الرهينه اللي نادى على اللي قال ان سعد اتصاب، قالوا له طب ارمي لنا السلاح اللي وياه. رمى لهم السلاح اللي وياه سعد من الشباك، نزل على الأرض، أصبح سعد أعزل، ممكن يتعالج، ممكن يتمسك، ولكن ممكن يتحاكم، ممكن يتعاقب، ولكن كان رأيهم بطش. دخل واحد ضابط من القوات الخاصة، خرج واحد من الرهائن قال له أخرج، خرج وخلاه ساتر له يخش قدامه يوريه سعد فين. دخل طبعا معذور، هو الرهينه معذور، والضابط بسلاحه وبيقول له خش وريني سعد حلاوه فين. دخل مشي ومشي وراه ساتر الضابط اللي هيضربه بقوة من هو احد القوات الخاصه للشرطه، وشاور له على سعد. مجرد ما شاور له على سعد بصينا لقينا كميه رشاش انضرب، حوالي 30 طلقة انضربوا دفعة واحدة في سعد. ما اكتفاش بكده، بعد ما انصاب سعد وانضرب مات خلاص، يعني خلاص في الروح الأخيرة، ده أخذ يضربه، قعد يضربه بدبشك البندقية في دماغه علشان يكسر دماغه كمان. مش كافي بأن 30 طلقة ضربها في سعد في جميع أنحاء جسمه، ولكن فضل يضرب بدبشك السلاح بتاعه في دماغ سعد الريس حلاوه. في الوقت وهو منصاب قبل ما يضرب كان بيمسك صباعه بالدم يعوصه دم من النازل، وكتب على حيطة بتاع المجلس: تعيش مصر حرة مستقلة، مصر حرة مستقلة. كتبها مرتين على الحائط بدمه على الحائط بصباعه، لغاية لما جه الأمر بعد التصفية بمسح الكلام ده، مسحوه بعد الموضوع التصفية علشان ما حدش يطلع عليه ولا يشوف. نعم حاج صبحي، أنت من أصدقاء سعد، كلمنا عن هذه الصداقة، وأنا سمعت أنك أنت من مديته بالسلاح اللي راح بيه ولا لا؟ لا، هو سعد كان، او المهندس سعد، نقول عليه المهندس سعد، كان صديقي طبعا، والاستاذ احمد والاسره كلها اسره.
فاضله وناس محترمين من اعيان القريه، وانا متربي في هذا البيت. والاستاذ سعد انا بقول عليه المهندس سعد كان صديقي، هو كان راجل وطني. انا كنت في القوات المسلحه ايامها، كنت بقعد معاه كتير قوي، كان بيكلمني على افكار التطبيع واسرائيل وكان بديفيد. انا طبيعي كنت راجل عسكري، كنت بقعد معاه 5 دقايق وامشي، انما انا كنت حاسس ان هو على حق وراجل وطني وعارف ان احنا اللي جرالنا من اسرائيل احتلال الارض وضرب المدارس زي مدرسه بحر البقر، كل الكلام ده كان بيحكي لي عليه، بيقول لي انت كظابط في الجيش رايك، يعني طبيعي كان رايك، ما تقدرش اقول رايي في حاجه سياسيه انا ممنوع ان انا اتكلم فيها، انما لما اوصف الاستاذ سعد او المهندس سعد كان رجل وطني وشجاع. هل انت كنت موجود اليوم ده؟ انا كنت في الشغل، بس كان لما حد قال لي انا خدت اجازه وجيت واتقابلت زي ما قال الاستاذ احمد اخوه، قابلت عند حته اسمها مزدان زكي، كنت انا لابس ميري طبعا، فقابلوني انا اقول كده كم من الشرطه 1000 واحد رايح فين؟ طب انا من قريه اجوركم، وعارف انا بقى كنت عارف المعلومه عندي، فكنت جاي بس على الاقل نشوف ايه اللي هيحصل معايا يعني. فجيت فعلا خدوا مني الكارنيه بتاعي وشافوه وركبوا معايا ظابط لغايه ما جرشت عربيتي، وحضرت انا الموقف وهو بيتكلم او بيذيع الاغاني او حد بيكلمه، كان لسه وزير الداخليه ما جاش، فهو كان رايه عدم التطبيع مع اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي، وانا كان من جوه قلبي كراجل عسكري كنت مأيده في هذا الكلام، وطبعا انا بعتبره المهندس سعد ده بطل من ابطال الثوره اللي هي حاليا، او هو له باع طويل في الثوره اللي اتفجرت حاليا، ولو كان موجود سعد في هذا التوقيت لكان له شأن كبير قوي قوي قوي. فاحنا بنقول الله يرحمه ويحسن اليه، كان اول شجاع على مستوى العالم العربي. نعم. مش مستوى مصر، على مستوى العالم العربي. نعم. رفضه لتسكين السفير الاسرائيلي بجمهوريه مصر العربيه. نعم. مهندس احمد، انتم كما قلت لي قبل التصوير كنتم بشكل او اخر دائما ممنوعين من احياء ذكرى سعد. أيوة. من قبل امن الدوله. أيوة. ولكن ربما بسبب الثوره الان انتم تحتفلون به، ومنذ قليل كان هناك مرشح. أيوة. لانتخابات الرئاسه اتى هنا ايضا للاحتفال. أيوة. به. أيوة. كيف كنتم تعاملون في السابق وهل تغيرت المعامله الان؟ في السابق كان الحكم طاغي، ما كناش نقدر نظهر نوايانا، وحاولنا نحتفل بيه منعنا. ازاي؟ كان ايه اللي بيحصل؟ بتيجي على لوريات شرطه على طول، ولوري منهم يقفل باب البيت بحيث ما حدش يقدر يخش، وكل القيادات الشرطيه العاليه تخش جوه البيت وتقيم فيه معانا بحيث ما حدش يقدر يخش البيت ولا يتم الاحتفال. كمان الطرق المؤديه للبلد حوالي 7 طرق في معمولة 7 كمائن على بعد من 10 كيلو، دايرة 10 كيلو حوالين القرية. أي واحد داخل القرية يسأل عن بطاقته، ما معش بطاقة ياخدوه، مش من البلد ياخدوه. فالاستحكامات دي ما خليها حد يقدر يحتفل بيها. كل عام كنتوا بتقابلوا؟ كل عام نحاول، وكانت قيادات الأمنية تطلبنا وتقول مش هيحصل ابدا ذكرى ولا مش هيحصل احتفال. فكان من عمي اللي هو متزعم الحكايه كان يقول لهم احنا هنحتفل بطريقتنا وده ابننا وبنحتفل بيه، وسلمي. قالوا لا سلمي ولا غير سلمي، وما عرفناش نعمل ذكرى له خالص. لحد ما قامت الثوره دلوقتي والوضع اتغير وابتدينا. هل المرة دي في أي جالكو أي إنذار أو من أي؟ المرة دي مفيش حاجة خالص، بل الناس جاية تعزينا النهاردة، جاية تعزينا في وفاته. نعم. وبتحتفل في اليوم ده. نعم. أستاذ سعيد، أود لو أعود معك مرة أخرى إلى هذه اللحظة التي قتل فيها سعد. بعدها وبعد خروج الرهائن، هل الرهائن كانوا بيلوموا سعد؟ كانوا بيلوموكوا انتوا؟ كانوا يعني بيلوموا الوضع اللي حصل فيه ده لانه هو عرض حياتهم للخطر. وهم كانوا اكيد من اهل القريه. ايوه.
واكيد اهلهم من اهل القريه. هل اهلهم كيف تعاملتوا مع اهالي الرهائن، مع الرهائن ومع اهالي الرهائن فيما بعد؟ بالعكس، الرهائن واهل الرهائن كانوا متعاطفين معنا قوي قوي، وما كانش في اي حزازيه ابدا من يمتهم اتجاهنا، وكانوا يعني متقبلين الوضع وعارفين القضيه بالظبط، لانهم ما تأذوش، وكانوا بيشكروا في سعد حتى بعد وفاته ان هو اكرمهم اثناء الاحتجاز وجاب لهم الاكل وجاب لهم فاكهه وجاب لهم كل حاجه، وقال لهم انا مش هاذيكم، قال لهم ان تأذيتوا هتتأذوا من الشرطه مش مننا. انما طبعا كنا بنحاول نعمل ذكرى كل سنه، في كان يجي في سنه من بعته لعمي اللي كان هيعمل الذكرى معانا احنا امن الدوله، وقالوا له بيتك شوف انت متكلم بيتك قد ايه، في ثانيه هيقع هيتهد، لو عملت الذكرى هنهد بيتك. ده كلام للشهاده لله حصل من امن الدوله، وقال لهم قالوا له ما فيش ذكرى لا سلمي ولا اي حاجه، وما فيش ذكرى خالص، ما حدش يعمل ذكرى. لو تكلمنا عن نشاه سعد، انتم يعني اكملتم تعليمكم الى التعليم الجامعي، ولكن سعد فقط وصل الى الثانويه العامه ولم يكمل لانه كان مهتم بالارض اكثر من التعليم. كيف كانت نشاته؟ يعني هل كانت لهم ميول دينيه سياسيه محسوبه على تيارات معينه، أم أنه فقط كان محب للبلد؟ ميول دينية ما كانش له، كان له إن هو يعني متدين، كان ما فيش وقت من الصلاة يفوته، كان بيصلي ويصلي السنن بعديها زيادة عن الوقت، وكان دايما وقته للصلاة. أما ميول سياسية مع أحزاب، ما كانش منتمي لأي حزب من الأحزاب خالص، ما كانش منتمي لأي حزب من الأحزاب، إنما هو كان دايما ينتقد الوضع الحاكم في مصر في الوقت ده سنة 80 و81، إنما ما كانش له أي ميول سياسية، إنما هو كان متدين جدا وخير. ليه ما أكملش تعليمه بعد الثانوية العامة؟ هو كان له ميول زراعية، وكان منتمي يعني مع والدي في الأرض الزراعية، فكان عنده يعني ميول زراعية إن هو يحب الأرض، متمسك بالأرض، وعرض على والدي إن هو يعني يكتفي بالثانوية العامة ويقعد يوالي مع والدي الأرض. نعم. مهندس أحمد، الجنازة كيف كانت الجنازة؟ هل كانت جنازة شعبية أم أمن الدولة يعني حكم هذا الموضوع أيضا؟ الجنازة كانت شعبية بالحب الناس لينا، لكن كان أغلبها أمن دولة، حتى المقابر الدفنة الجنازة بتاع الدفنة كان أغلبها أمن دولة، وفي ناس بتوع البلد علشان بيحبونا وكانوا من جنبنا يعني. أستاذ سعيد حضرتك تقول إيه؟ أمن الدولة منعنا من إن احنا نخش البلد من المدخل الرئيسي بتاعها، وطلب من منعكم تدخلوا بلدكم؟ المدخل الرئيسي بتاع البلد أمن الدولة منعنا من دخوله علشان أهل البلد ما يتجمعوش ما يتجمهروش، طلب مننا دخول البلد من الخلف على المقابر على طول بدون جنازة، وجينا من مشرحة طوخ على من خلف البلد على المقابر واندفن الشهيد بدون اي جنازه وبدون اي يعني حد يشارك في الجنازه. يعني لم يعزيكم احد؟ لم يعزينا احد. النهارده احنا بنعتبر هو ده العزاء الاول لسعد ادريس حلاوه بعد ثوره 25 يناير. هل في اي حد من اسر الرهائن او الرهائن نفسهم جم عزوكم النهارده او ساعتها؟ لا، من أسر الرهائن ما فيش حد لسه جاي، إنما هم كانوا لسه الرسيخة الأولانية يعني في دماغهم لغاية دلوقتي، إنما هم هيجوا. اللي هي إيه الرسيخة الأولانية؟ اللي هو خايفين طبعا لسه من النظام، مش عارفين النظام إيه، متشككين، إنما هذه الظاهرة اللي حصلت النهاردة دي هتطمنهم وهيجوا إن شاء الله، هيزورونا ووعدونا بكده. طب تعامل امن الدوله معكم انتم بعد مقتل سعد ازاي عملوكم؟
هل القصة انتهت باستشهاده أم أنه فضلوا كان في مضايقات؟ كان طبعا بيتابعونا وكانوا بيتابعوا الرسائل بتاعتنا اللي هي جاية من أبنائنا في الخارج، كان بتيجي الرسائل كلها مفتوحة وكانوا بيتابعونا وكانوا بيجوا يشوفوا الـ من بره في تحرك، في أي حاجة، في أي آراء، في أي حد بيتكلم عن سعد حلاوة، في أي بتاع، إنما كنا حاسين بهم وشاعرين بيهم، إنما ما كانش حد بيقدر يتكلم لأنهم كانوا يعني بيتلككوا على أي كلام عشان يعتقلوا اعتقالات وسجون وكلام من ده. لكن الحمد لله بعد 25 يناير الواحد بيتكلم هو براحته ومفيش أي يعني حواجز بيننا وبين أي والسلطات الحالية. حاج صبحي، حضرتك كنت ضابط في القوات المسلحة. أيوة. وكان يعني وقت استشهاد سعد كانت الأجواء مشحونة بعد حروب كتيرة دخلتها مصر وبعد شهداء كتيرة قدمتها مصر، لكن أنت كضابط في القوات المسلحة كان إيه شعورك تجاه اللي سعد عمله، خصوصا أن الرهائن كانوا مصريين؟ هو بالنسبة للرهائن هما ما كانوش رهائن ولا حاجة، هما كانوا أصدقائنا وأصدقاء سعد، يعني الرهائن اللي هو كان سكرتير الوحدة المحلية، لكن كانوا محتجزين بدون إرادتهم. معلش، هو زي ما تقولي ما عرفوش إلا بعد ما إيه، ما دخلوا مع بعض في حوار وطلعوا قعدوا في مكان هو كان مختاره على يد أنا برضو، إن هو قال لي أنا هعمل حاجة هتسمع عليها جامد قوي. فانا قعدت اساله ايه بس اللي هتعمله، قال لي يعني، قال لي على ان انا هفتح حاجات كده يعني. احكي لي الفتره دي حكى لك ايه وما حكى لكش. الفتره دي هو راجل طبعا، كنت انا اجي من الجيش اقعد معاه، كان يكلمني على موضوع الحرب وموضوع اسرائيل، وانا ما كنت طبعا كان عندنا اصاله عسكريه ما كنتش قادر اروح بيها، انما كنت بسمعه هو واسمع فكره هو، يعني كان دايما كلامه ان اسرائيل دهيت هي العدو اللدود لنا كلنا كقوات مسلحة او كشعبيين او حاجة كده. هو كان متحمس، يعني هو كان وطني متحمس، ما اقدرش اقول. فقال لك ايه؟ بقال لك هعمل حاجة كده؟ لا، هو قال لي حاجة بس ما قاليش عليه. انا عرفتها في نفس اليوم زي اخواته، يعني قال لك حاجة شكلها ايه؟ قال لك حاجة مثلا؟ قال لي هعمل حاجة هترج العالم كله، مش اجهور بس. فانا يمكن كان معايا ليلتها بالليل، انت قلت جبت ذخيره؟ لا، هو طبيعي كان معاه سلاحه مترخص، كان معاه، وهو فعلا اجر الارض واشترى حاجات اللي هو الاكل وحبوب بالسهر حاجات زي كده. والاثنين اللي خدموا اللي هو الاستاذ نصيف الله يرحمه، يمكن كان حبيبهم قوي وكان شغال معاهم قبل كده، فما خدهمش رهينه ولا حاجه، هم قعد معاهم يتفاهم معاهم، ولما لقوا كده قعدوا معاه، قعد يديهم اكل ويديهم شاي ويسمعهم الاغاني الوطنيه. هو كان راجل يقصد ممنوع التطبيع مع إسرائيل، يعني هو كان رجل وطني من الدرجة الأولى. فأنا عن نفسي هذا الرجل شهيد مصر، سواء كان في 67 أو 73 هو العمل اللي عمله. أنتوا وبناء عليه هو بقى، يمكن الأستاذ أحمد ما قالكيش أن الأستاذ إبراهيم شكري جه هنا وأعضاء مجلس الشعب قبل كده، الأستاذ إبراهيم شكري معرفش كان حزب إيه، وجه هنا كرمه الاستاذ سعد مرتين ثلاثه، والشاعر الكبير نزار قباني كتب عنه قصيده. ايوه، كتب عنه في مسلسلات كانت موجوده باسم الشهيد سعد، سواء كانت في سوريا معاد القاهره طبعا او معاد مصر، كانت في ليبيا، وكان بيجي لنا ناس فعلا كل سنه، بس الشرطه كانت بتحجزهم، كان بيمنع دخولهم. منهم الاستاذ ابراهيم شكري كان معاد مجلس الشعب، كان عضو كبير قوي يعني، كان بيجي هنا، وانا كنت بقابله مع العمده اللي انا عمهم كان العمده، اللي هو كان بيتمنى طبعا بصفته كان راجل امن، فكان الأمن بيمنع هذا الكلام. فاحنا بنشكركم على تعزيتنا في سعد، انا اعتبرها النهارده هو يوم عزاء للشهيد سعد، شهيد مصر وشهيد الوطن، مش شهيد اجور بس. نعم، اشكرك شكرا جزيلا. مهندس احمد، ما الذي تذكره عن سعد الاخ؟ اذكر ان هو كان مثقف جدا، بعد ما وكان ادبي وكان مهتم بالتاريخ وكان مهتم بحركات الشعوب والافراد، فخطط تخطيط مش تخطيط مجنون. نفس التوقيت اللي اتحرك فيه السفير الإسرائيلي لرئاسة الجمهورية هو نفس اللي اتحرك فيه من الجامع إلى مبنى الوحدة المجمعة، واختار التوقيت واختار المكان مبنى حكومي، وكل ده يقول إن هو يعني مش مجنون زي ما وصفته
الجرائم. طيب استاذ سعيد، هل استمرت الصحف ووسائل الاعلام الحكوميه الحديث عن سعد حتى بعد استشهاده بانه مختل عقليا، ام ان الصوره تغيرت ووضحت الرؤيه للناس بعدها؟ لا، هما كتبوا تاني يوم ان مجنون يحتجز رهائن وانتهت المشكله على كده. انما الصحف المعارضه عارفه القصه كامله، كانت بتكتب عنه دايما باستمرار، كتبت وكتب نزلت له وتعرفوا الناس والشعب كله عرف قضيه سعد ادريس حلاوه بانه كان على حق وانه على حق في اللي عمله ضد التطبيع الاسرائيلي. هو دلوقتي اللي بنطالب بيه ايه دلوقتي؟ طرد السفير الاسرائيلي، ده اللي بنطالب بيه. يبقى سعد سبق عصره في هذا العمل، يبقى ازاي كان مجنون؟ ازاي حكومه السادات يعني سمته مجنون؟ مجنون علشان هم يعيشوا، عشان هم العاقلين؟ يعني ازاي؟ والعالم كله اتكلم عنه وعن شهامه سعد حلاوه. جميع الدول العربيه عرفت سعد حلاوه، وجميع الدول الاجنبيه عرفت سعد حلاوه، جميع كلهم اتكلموا عن سعد حلاوه. أشكركم شكرا جزيلا الأستاذ سعيد إدريس حلاوة والمهندس أحمد إدريس حلاوة والحاج صبحي أبو النصر، أشكركم شكرا جزيلا والبقية في حياتكم. شكرا مشاهدينا، أشكركم أنتم أيضا على المتابعة، إلى اللقاء.